ودعا بكافة إمكانياتها لهذا المشروع الوطني، سواء بتوفير الإمكانيات والمقرات والكوادر البشرية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية والمكتبية لعمل لجان الحماية لتهيئة جميع أسباب النجاح وأداء دورها المنوط بها، وخاصة في ظل التعاون البناء بين أجهزة المحافظة وباقي الهيئات والمجتمع المدني والنقابات والأحزاب السياسية. وفي نفس السياق، فإن الأسوار مبادرة رائدة في مجال التوعية المجتمعية تهدف لدمج جميع فئات المجتمع الأسواني العمرية والقبلية والدينية في منطقة واحدة للأنشطة الطلابية بجميع